السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ من ايه ده؟ فيديو جميل جدا يا جماعة. إيه زي ما انتم شايفين كده، لو خدت بالكم من العربية عليها غراب، شايفين كده العربية عليها غراب صغير اهو، ما بقدرش يطير. فصاحب العربية فكر بس ان هو يمشي في الغراب، شوفوا ايه اللي هيحصل له. يا جماعة بمجرد ماشي الغراب، شايفين نزل عليه جيش من الغربان اهو، عايز ياخده ويطير. لا حول ولا قوة الا بالله، من اذكى الطيور في العالم، من اذكى مخلوقات على وجه الارض الغراب. يا جماعة ما سابوش الا ما طيروا او في الله، ما استكرش يعمل في حاجة.